بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعض إخوة وأخوات على شنئ كدراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا. فإخوة وأخوات، on continue avec notre exercice de lecture. تمرين القراءة، nous sommes à la lecture numéro 2, dialogue 2. نعم، نبدأ تمرين القراءة، exercice de lecture. مصطفى يرجع بأخيه إلى الدار والدار بعيدة عنهما. مصطفى، هذا أنت يا خالد، ماذا تفعل هنا؟ هيا معي إلى الدار. ليلى، اتركه يرجع وحده. مصطفى، أخاف عليه، يجب أن أرجع معه. ليلى، أسرع، قرب وقت المدرسة والدار بعيدة. عمر، اترك المحفظة عندي. روبران avec traduction. مصطفى يرجع بأخيه إلى الدار والدار بعيدة عنهما. مصطفى revient avec son frère à la maison et la maison est loin d'eux. مصطفى، هذا أنت يا خالد. مصطفى، te voici ô خالد. ماذا تفعل هنا؟ Qu'est-ce que tu fais ici؟ هيا معي إلى الدار. نعم، viens avec moi ou allons à la maison. ليلى، اتركه يرجع وحده. Laisse-le rentrer seul. Donc, laisse-le rentrer seul. مصطفى، أخاف عليه. Je crains pour lui. Ou je peur que quelque chose ne l'arrive. يجب أن أرجع معه. Je dois rentrer avec lui. ليلى، أسرع، قرب وقت المدرسة والدار بعيدة. دي dépêche-toi. أسرع، dépêche-toi. قرب وقت المدرسة. إي وقت المدرسة، l'heure de classe، قرب، s'approche. Donc l'heure de classe s'approche. والدار بعيدة، et la maison est loin. عمر، اترك المحفظة، نعم، اترك المحفظة عندي. دي laisse le cartable avec moi. Donc, autruc, laisse mihfada, c'est le sac de l'école. Donc, cartable, indi à moi. On reprend une dernière lecture. Mustafa yarji'u bi akhihi ila dar wa daru ba'idatu anhuma. Mustafa, hada anta ya Khalid. Madha taf'alu huna? Hayya ma'i ila dar. Layla, utrukhu yarji'u wahda. Mustafa, أخاف عليه، يجب أن أرجع معه. ليلى، أسرع، قرب وقت المدرسة والدار بعيدة. عمر، أترك المحفظة عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.